للحديث أكثر عن آخر تطورات المشهد السوري بعد دخول أمريكا بقوة على خط تجاذبات النفوذ وبعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير السياسي والعسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي. أستاذ أديب، بداية مرحبا بك. منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والجدل دائر بين المعارضة والنظام، أحد أعضاء فريق قيصر يقول إن نظام الأسد مجبر على قبول الانتقال السياسي، إلى أي مدى ترى أن القانون سيخدع النظام للقبول بالحل السياسي؟ لكم تحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة لو لاحظنا ما قاله نائب وزير الخارجية الأمريكي إجويل رايبرون، قال إن الولايات المتحدة ستمارس هذا الصيف ضغوطا غير مسبوقة على النظام لإعادته إلى العملية السياسية، ويعني إن قانون قيصر سيحرم النظام وحلفائه من أي منافع اقتصادية أو مالية. الحقيقة سيتم الضغط خلال هذا الصيف على النظام بشكل كبير، بحيث أن النظام يعني الآن وقع في شر أعماله، وأستطيع أن أقول أنه سيتأثر النظام وستتأثر روسيا التي هي ترعى النظام والتي هي الحقيقة الحاكم الفعلي بعد أن احتلت سوريا بهذا الشكل. ولذلك أعتقد أن النظام سيتم الضغط عليه حتى يرضخ للحلول الدولية التي يعني وخاصة يعني رقم 2054. السؤال الأكثر إلحاحا، يعني هل الحل السياسي الذي طرحته سوتشي أو أستانا ستقبل به المعارضة في وقت يجري الحديث الآن عن مفاوضات بين فصيل محسوب على المعارضة مع الروس، يعني مع الروس من أجل الحل يشترط فيه بقاء الأسد؟ يعني أنا لا أعتقد أن ما جاء في سوتشي أو ما جاء في يعني الأستانة سيكون له دور في الأيام القادمة. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة التي تسيطر الحقيقة على كل خيوط اللعبة هي، والتي تحرك حتى روسيا داخل الأراضي السورية، بمعنى أن روسيا لم تدخل إلى سوريا إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الآن روسيا هي التي تبحث عن حل، وخاصة بعد أن يعني أصبح حيز التنفيذ قانون قيصر، الضغط سيكون على روسيا، روسيا ستبحث عن حل. روسيا لديها سيناريوهات، كما أوروبا لديها سيناريوهات أخرى، كما أن تركيا لديها سيناريوهات، ولكن كل هذه السيناريوهات على ما أعتقد لن يكون لها دور كسيناريو مفرد، وبالتالي سيكون هناك جلسة بين الدول الفاعلة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها، ومن ثم روسيا وتركيا وأوروبا، سيكون هناك سيناريو أعتقد أنه مزيج، يعني سيصبح سيناريو واحد ترضى به كل الأطراف ويكون مخرج به. لكن الرجوع إلى إلى إلى, إلى القرار 2254 لابد منه، وبالتالي سيكون قرار جنيف هو الساري المفعول بطريقة أو بأخرى. طيب، بمزيج من السيناريوهات التي يعني بحول كل دولة من الدول. لو سلطنا الضوء على الموقف الأمريكي قليلا، يعني الموقف الأمريكي يصفه البعض أنه متقلب في قبول الأسد كأحد شروط روسيا، الفاعل الرئيس في الأزمة السورية بالطبع، يعني إلى أي مدى ترى أنه يعني هناك توافقا أو هناك توافق فعلي بين تشريعها قانون قيصر وإدخاله حيز التنفيذ؟ يعني كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي؟ يا سيدي، الموقف الأمريكي أنا يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تلعب هذه اللعبة من وراء الكواليس، بمعنى أنها تقول بأنها هي يعني ليس أو يعني لا أقول ليس لها مصلحة في أن يبقى الأسد أو لا يبقى، ولكن أنا أقول أنها هي تصر على تنفيذ القرار 2254 دون ذكر بقاء الأسد أو إزالته، وبالتالي القرار 2254 هناك دلالة واضحة على أن الأسد ليس له مكان في المرحلة المقبلة، ولذلك أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على تنفيذ القرار 2254، وهذا معنى أنه لا وجود للأسد في المرحلة المقبلة. الفاعلين أو الفاعلان الحقيقيان في سوريا بحسب المراقبين هم روسيا وتركيا، بالإضافة طبعا إلى إيران. هل تعتقد أن أمريكا استطاعت من خلال قانون قيصر فتح مساحة للتواجد في الأزمة السورية بعيدا عن ميليشيات قصد؟
يعني هل تقصد متاحة للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. الولايات المتحدة الأمريكية بيدها خطوط كل اللعبة، الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الشمال السوري، تسيطر على مصادر النفط، تسيطر على مصادر القمح والقطن الموجودة في الشمال والشرق السوري، يعني على الخزان الأساسي وسلة الغذاء السورية هي موجودة في المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا أقول الولايات المتحدة الأمريكية بيدها خيوط اللعبة كلها، هي تحرك كل الفاعلين على في المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة تمارس في كثير من الأحيان هذا النفاق الذي نلاحظه، وما مذكرات جون بولتون إلا هي توضح ما يحصل، يعني جزء مما يحصل على الأراضي السورية. بمعنى آخر أن ترامب يبحث عن مصلحته الخاصة قبل أن يبحث عن مصلحة طيب. الولايات المتحدة. أستاذ أديب، يعني إلى أي مدى ترى أنه يعني نتيجة الصراع بين أمريكا وروسيا الآن على الطريق الدولية M4 سيكشف الوزن الحقيقي لأمريكا في سوريا؟ يا سيدي الكريم، يعني أنا أعتقد أن الوزن الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية هو مكشوف وواضح، وأنا قلت أن دخول حتى روسيا على الخط هو بضوء أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقطع طريق M4 من العديد من المناطق. هناك إمكانية لأن يقطع طريق M4 في أي لحظة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وبجهود ليست حتى من الولايات، يعني إذا دعمت الثوار دعما حقيقيا وضوء أخضر إلى تركيا، نستطيع قطع طريق M4 من منطقة سراقب، نستطيع قطع M4 من مناطق أخرى في الشمال والشرق السوري. وبالتالي أنا أقول طريق M4 لا يفتح بشكل تام إلا بتوافق الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الخبيرة السياسية والعسكرية السورية الأستاذ أديب العلاوي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الريحانية.